لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذه الكلمات لعلها موقف أو مشهد، يعني أنا أذكر هذا المشهد كنت قد رأيته في الحرم المكي قبل أسبوعين تقريبا، وأذكر هذا المشهد لإشارات فيه، يعني الحقيقة مهمة جدا في نظري، وأراها على أهمية شديدة لعل فيها من تنبيهات خطيرة عظيمة على يعني وجوب أن يفيق المسلمون قبل أن يعني يلهمهم عدو. فمشهد عبارة عن أنني من العادة إلى خلف المسجد الحرام أجلس في صحن الكعبة، والجلوس في صحن الكعبة هو أفضل مكان أجلس فيه يعني، وهذه نصيحة لأي معتبر أي حاج، أقول له إذا دخلت أو إذا كنت في الحرم فلا تجلس إلا في صحن الكعبة، إلا أن يحال بينك وبين ذلك بشدة شمس أو نحو ذلك من النار، لكن ما استطعت نهارا أو ليلا أن تجلس فاجلس في صحن الكعبة. فالجلوس في صحن الكعبة له مميزة كبيرة جدا، وهي ابتداء القرب من القبلة، ثم القرب من الكعبة، ثم الاستمتاع بالنظر إلى الكعبة، وذلك إذا توقفت عن القراءة أو عن الصلاة. إذا كنت في صلاة كنت في قراءة فتوقفت بعد ذلك، فسيكون العبادة في هذا الوقت هي النظر إلى الكعبة. لذلك الذي يجلس في صحن الكعبة يستفيد بالوقت كله بخلاف من يجلس في أي مكان آخر. نعم يستفيد إن شاء الله، لكن أقصد أنه يستفيد أكثر من يستفيد هو الذي يجلس في صحن الكعبة. لماذا؟ هو إما بين صلاة أو قراءة قرآن أو طواف أو نظر إلى الكعبة. هذا أدنى يعني ما حصل به عليه، وهو النظر إلى الكعبة. وقد جاء في حديث السلام الشيخ الألباني رحمه الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. 60 للطائفين حول البيت، و40 للمصلين عند البيت، و20 للناظرين. النظر إلى الكعبة صار بهذا الحديث عبادة. فالغرض أنني كنت أجلس في صحن الكعبة حتى يعني أستفيد من هذه الفوائد. والذي يعني أريد من هذا المشهد هو أنني كنت أجلس لما أدخل عند الركن اليماني، أو يعني في جهة المقابلة للركن اليماني، لأن هذا هو المدخل الذي كنت أدخل من جهته، المكان اللي كنت سأسكن فيه أدخل من جهة الركن اليماني. فكنت أجلس في هذا المكان تحت الحلقة اللي هي مؤقتة للمطاف، أجلس تحتها، والركن اليماني هو تقريبا مقابلي تماما. فلاحظت مع يعني وجودي يومين نحو ذلك أنني أجلس وسط مجموعة من الناس متشابهون تقريبا في هيئتهم 100%. يعني أنا جالس وأجد نفسي ألف يمين أجد ناس شبه بعض في الهيئة، أنظر شمال أجد ناس أي قدامي خلفي نفس الكلام، إن لم أكن أنا أجلس في الأمام. وهذا
الهيئة عبارة عن هيئة صوفية جدا، حتى ظننتهم أنا أنهم صوفية يعني. وهي هيئة ابتداء قميص موحد لون أبيض واحد، عمامة مكورة بذؤابة، كلهم نفس الرسم نفس الشكل، كلهم لابسين خاتم في الخنصر البنصر، أسف الخنصر ولا البنصر، الخنصر، كلهم لابسين خاتم في الخنصر. وهذا الخاتم تقريبا شكل واحد، كذلك كلهم كل واحد معاه سجادة صلاة مخصوصة به هو الوحيد، فضلا عن الصلوات التي يصلونها البدعية. يعني كانوا تقريبا إذا انتهوا من صلاة المغرب يظلون يصلون، العشاء يظلون يصلون ركعتين 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 ركعتين، دول طبعا نقر كلهم نقر، يعني يكاد يكون لا يزبل يكاد يكون لا يركع، فضلا عن بعض صور البدع ظاهرة في الصلوات نفسها. فخلاصة الحال أنا ظننتهم صوفية يعني، ويجلسون في هذا المكان من باب أنهم أشبه برحلة مثلا زي الأتراك مثلا، الأتراك يضرب عليهم التصوف، فعندما يدخلون الحرم يجلسون مع بعض في مكان واحد نحو ذلك، وربما يمارسون بعض الطقوس الصوفية ونحو ذلك، فظننتهم كذلك. فقلت من باب يعني الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره ما استطاع. فقلت أحدث من أحدث منهم ما استطعت، وتكلم إليه، فبدأت بواحد فقلت له ابتداء يعني من أين أنت بعدما سلمت عليه، من أين يعني أنتم، من أي البلاد؟ فقال لي من اليمن، من اليمن. فبدأت أتكلم معه فقلت له ما يعني أحوال الحوثيين عندكم، وماذا يفعل الحوثيون عندكم في هذه الأيام؟ فإذا به يعني يتعمد يعني إهمال الكلام عن الحوثيين، ومحاولة يعني إغفال الكلام عن الحوثيين ونحن. فقلت له ما حال السلفيين والإخوان عندهم، ما حالهم؟ فانهال سبا وطعن في السلفيين والإخوان، وكان الكيل الشديد جدا في الطعن على السلفيين، على يعني حد تعبيره الوهابيين، حد تعبيره هو الوهابيين. فلما أكثر من ذلك بدأت أنصحه وأكلمه وأقول له هذه الدعوة كذا وكذا ونحو ذلك، ضاق صدره من كلامي وانصرف. في اليوم التالي جلس بجواري أخ سعودي مع أولاد صغار، فبدأت يعني أمازح الأولاد الصغار اللي هم قاعدين جنبي، ويعني كلمت الأخ فقلت له ما شأن هؤلاء الصوفية؟ لماذا يتجمعون في هذا المكان؟ يعني ماذا هذه البقعة تحديدا من صحن المسجد تجمعون هنا نحو يعني 100 أو أكثر، يعني هم مش 10 ولا 20، ده أكثر من 100 إلى 200 أو أكثر، بحيث إن أنت تجد مساحة كبيرة جدا في المسجد يشغلونها. فقلت له ما هؤلاء الصوفية يجلسون هكذا في هذه الطريقة؟ مش معنى هذا المكان؟ هل لأنهم من اليمن وهم يجلسون أمام الركن اليماني؟ فقال لي ابتداء هم ليسوا يمنيين وليسوا صوفيين، هؤلاء سعوديون، هؤلاء سعوديون وشيعة، لا هم يمنيين زي ما هو قال لي ولا هم صوفية مثل ما أنا ظننت. فقلت له سألت أحدهم قال لي أنهم من اليمن، أنهم من اليمن.
فقال لي هم يذهبون هؤلاء شيعة إسماعيليين وهم من المملكة السعودية سعوديين ويعيشون في منطقة تسمى نجران في جنوب المملكة السعودية. فعلى الفور يعني ضاف في ذهني يعني المعنى التاريخي. نجران هذه كانت في وقت من الأوقات داخلة في اليمن، كان زمان يعني سنوات طويلة قبل ما الملك عبد العزيز سعود ما يقيم الدولة السعودية مع محمد بن عبد الوهاب ونحو ذلك. قبل ما يحدث هذا كانت هذه المنطقة كانت داخل اليمن، فلما قيمت المملكة السعودية والدولة السعودية جمع كل أهل السنة وكل الناس الذين يريدون أن يكونوا في داخل هذه يعني الدولة وصارت دولة واحدة. فالغرض المقصود يعني أن هذا لما سألته أنا قال اليمن، اليمن لأن هو سعودي والجنسية السعودية في العرب دلوقتي يعني عاملة زي الجنسية دي الأمريكية في الـ في الـ في الـ في العالم، يعني أعلى مستوى في الجنسيات في العالم يعني فيما يظنونهم الأمريكي، يعني إذا كان مواطن أمريكي يقول لك أنا أمريكي ده سوبر. العرب أعلى جنسية عندهم فيما يظنون بها، هذا تعبير يعني هذا فهم خاطئ طبعا، أعلى جنسية عندهم السعودي، لأن السعودي له مكانة دينية وله مكانة اقتصادية وكذا ونحو. فتخيل أنت هذا يترك أو هؤلاء يتركون وصف أنهم سعوديون لوصف أنهم يمنيون، وهذا في الحقيقة يشعر بخطر، يشعر خطر خطر من كذا جهة. الجهة الأولى خطر من الجهة الشرعية أن هؤلاء شيعة يعيشون في بلد تقام فيه السنة، بل من أفضل بلاد العالم تقام فيه السنة، ومع ذلك هم متمسكون بما هم عليه من هذا الضلال الذي هم عليه، بل يحاولون أن يوصلوا رسالة لكل من حبهم أحوالا نحن هنا، كما هو حال الشيعة عموما في العالم الآن. الشيعة في العالم الآن يريدون أن يقولوا للعالم نحن هنا، وهذا من الجهة الشرعية هم يريدون نشر هذا التشيع في كل مكان، حتى أنهم يستغلون أي فرصة حتى لو كانت داخل الحرم نفسه. المعنى الثالث معنى سياسي، خطر سياسي يعني من جانب سياسي، هو كيف أن هؤلاء يعتزون بنسبتهم إلى اليمن ولا يعتزون بنسبتهم إلى بلدهم اللي هم أصلا جنسيتهم عليها هي السعودية، وهذا خطر ويشير إلى حقد مضمر داخل هذه القلوب لهذه البلد يعني المملكة السعودية أو بلاد الحرمين، وهذا يشير إلى خطر الشيعة يعني في بلاد الحرمين خصوصا، حتى وإن كانوا هم مخمودين لكن هذا يشير إلى خطرهم الحقيقة إلى الحرمين. معنى آخر مدى الشبه الكبير في الشبكة بين الصوفية وبين الشيعة، لذلك تجد أنت أن الصوفية هم القنطرة التي يدخل من خلالها الشيعة إلى بلاد المسلمين، القنطرة التي يدخل منها الشيعة دائما إلى بلاد المسلمين تصوف، هذا ظاهر جدا في بلاد الخليج، للأسف في بلاد أصل إفريقيا، في بلاد إفريقيا. في افريقيا تجد ان هناك بلاد من افريقيا كثيره جدا بدا التشيع فيها يظهر بقوه. كيف دخل التشيع الى هذه البلاد؟ دخل عن طريق من؟ عن طريق الصوفيه، لان الصوفيه يعني
مقبولون بدرجة ما عند أهل السنة عن الشيعة. ولذلك إذا وجدوا بين المسلمين فربما المسلمون لا يستنكرونهم أشد كما يستنكرون الشيعة. لذلك الشيعة يبدأون عن طريق السفين، وتجد أكثر من يتشيع في هذه البلاد هم المتصوفة، هم دول اللي بيقلبوا بعد كده بيبقوا شيعة. فرق كبير جدا في الحقيقة بين الصوفية وبين الشيعة، وهو إن الصوفية ما بيسبوش الصحابة، ما بيسبوش الصحابة، لكن هم شبه الشيعة في كل الجوانب تقريبا الأخرى، في مسألة الغلو في آل البيت، مسألة الغلو في الأئمة والأولياء، مسألة الاعتقاد في القبور وكذا ونحو ذلك. فهذه أبرز ما عند الشيعة، وكذلك أبرز ما عند الصوفية. ولذلك تجد الشيعة تتخذ الصوفية نوع من الإيش؟ قنطرة التي تدخل من خلالها إلى بلاد المسلمين. هذا يعني مشهد أردت أن أذكره، يعني إنها كلمة عارضة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.